صباح الخير عليكم، اتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي غندير معكم واحد الخبز اليوم عجيب. عمركم شفتوا بحاله؟ هانتوما عندي هنايا غير النخالة، الدقيق والنخالة ديالو، يعني الدقيق الكامل، الدقيق ديال القمح ديال المغرب، مطحون في الدار في الماكينة ومغسول في الدار وداك الشيء ديال البلاد، وهو هذا هانتوما. درت منه هنا واحد الكمية، واحد الجبانية تقريبا شي 300 غرام ديال هذاك الدقيق، صافي درتها هنايا. وعندي هنايا هذا ساراتشينو، هذا ما عرفتش اش غادي نقول لك سميتو بالعربيه، ما عرفتوش، اللي عارفه تفيدنا تقول لينا شنو سميتو بالعربيه. جابو لجاكومو، هانتوما هذا كندير بيه انا الشوربات، كنقرص بيه، كنطحنو هكا، زوين زوين هذا بزاف. غادي نشدو وغادي ندير منه هنايا واحد الكميه بركه، واحد شويه. هذه الميكا ها هي كيف ما تشوفوا فيها نص كيلو، درت هنا ما كاملاش 100 غرام، درت غير شويه، وغادي ندير معاها واحد شويه ديال الحلبه هكا، انتم شفتوا هذه الكميه هذه هنا. وغادي ندير معاها نافع، ها هو هذه الكميه، ها هو قليله هكا. قلت لكم هذا الخبز ما غاديش تكونوا عمركم شفتوا، حنحيد هادو نحطهم هنايا. وغادي ندير معاهم هذا حتى هو داك الفارو، واحد النوع ديال القمح سميتو الفارو. غندير النص ديال هذا حتى هو هنايا هكا، هذا 200 غرام حتى هو، شويه شويه من الحاجه. نتوما اي دقيق عندكم متوفر في الدار ممكن ديروه اللي بغيتو. وغادي ندير القزبر حبوب، قزبر حبوب ها هو. طيب يلا طحنتو، كاين عندي مطحون ولكن ملي طاحنا دابا ندير هذا هكا شويه تا هو، تنحاول دائما ندخله في الاطباق ديالي ماشي يوميا. راه عندي هنا القريعه يلا عمرتها طحنته، داكشي علاش موسخه ليا الماكينه، ها هو درتو هنايا وبدلت كاع هاد القريعات هنايا. صبحت اليوم حادقه، صبحت نشيطه شويه صافي، وقلت غندير هاد الخبيزات هادو وغادي نسد عليهم الماكينه، وغادي نركب ليها البريز نحيدته، وغادي نطحن هادشي. ما صافي غنشوفو هادشي، خليته تقريبا شي دقيقة ونص اللي خليته، بغيت هادشي تطحى ليا مزيان مع هاديك سميتها كتبقى قاصحة الحلبة. هانتوما غادي ندير هنايا هكا تنخوي، وغادي نخوي هذا تا هو. البنات راه كنحيد البريس، ماشي كنحيد البريس، كنحيد واحد البوطونه ديال البريس، كاينه اللور كيقولوا لي في التعليق ديال البارح السوبوريتسا ديال هذه راه خطيره، هذه تقيسيها هكا وانتيا ما محيداش البريس الضو راه خطيره، وخصوصا هذه دابا ما نديرهاش ليها البريس. هانتوما شوفوا الا شعلت ليها البريس دوز غير البوطونه من هنا تقيسها على شي حاجه وتشعل وتتخدم بوحديتها. انا نوري لكم دابا شعلت ليها من هي من اللور، ها هي طلعت بلا غطايه، يعني راه خطيره هذه تحضروا معها. المهم انايا درت هذا هنايا، بعد هنا درت هاد الدقيق هنايا، طحنت كلشي، هذا سميتو السورغو مع هذاك الطحين الاخر وديال الفارو، وغادي نخلطهم هنايا هذا الشكل هذا. وهنا عندي زيت الزيتون، انا قاعد كنت قالت الناشفين اللي كيكونوا انتغرالي وداكشي كتكون فيهم النخاله، كنحاول ندير فيهم الزيت باش كيجي رطب وزوين من الداخل ديالو. جوج غندير ثلاثه المعلقات بركه كافين صافي، خلي هذه تنغسلها من بعد، وغادي نخلطها مع الزيت هنايا هكا. نجيب واحد المعلقه اخرى وغادي نوريكم خميره ليفيتو مادري، هذه الخميره البلديه يابسه، هذه راه كنستعملها بزاف، هذه الخميره هذه شفتوها خميرة البلديه، وكنستعمل حتى الاخرى الاخوات اللي كيقولوا لي استعملي، لان انا دايره معكم بزاف ديال الفيديوهات ديال الخميره بلديه. ملي كنكون مزروبه كنكون غادي عند شي حد ولا شي حاجه، بغينا نتغداو الحدا 12، بغينا نعجن الخبز وجا عندي شي حد ولا هكا، راه كندير الخبز عادي بالزربه. اما انايا براحتي وداكشي، الاغلبيه اللي كناكل كناكل الخبز بالخميره البلديه، لما كانش ما كناكلش بزاف انايا. هانتوما شفتوا غندير منها واحد المعلقه هكا والنص، هذه الباكيه راه محلوله عندي بشحال هذه ما عرفتش شحال فيها، وجبت الاخرى قلت زعما انا ما قداتنيش هذه ولا شي حاجه. هاد الكميه اللي عطاتها لي راه تقريبا شي فات نص كيلو ديال الدقيق، غندير معاه معلقه كبيره ونص، وغندير معاه شويه ديال الملح مساح يديا لان يلا نظفت القريعات.
صافي درت هنا الخميره، غندير واحد شويه ديال الكركم هكا، غندير شويه ديال يا ربي غندير شويه ديال الملح وغندير شويه ديال الاوريغانو هانتو تا هو يلاه طحنتو صافي. غنخلط كلشي هادشي مزيان هكا ونجيب الماء. الماء الدافي تنجمع هادشي، نحاول كاع نجمعها مزيان هنا من بعد ما تدلك هاد العجين. تدلكاش بزاف غير شويه، المهم هو انه تخليه تخمر، لان هاد الخميره بلديه تتبغي فوق 4 ديال السوايع حتى 5 السوايع تتبغي فوقهم عاد باش غادي ممكن ديرهم تلقاوهم خامرين. صافي بارك عليهم. غنشد هاد العجين غنقسمو على جوج هكا، واحد النص غندير فيه هاد الزبيب. هذا شديت غير الزبيب واحد شويه وانا نرقدو في الماء وخليته، غندير ليه هكا هنا غير في هاد النص هذا، نحاول ندخلو مزيان. صافي هذا درت فيه الزبيب، وهاد الاخر تيكون ديما الاختيار ديالكم، ديروا الشريحه قطعوها طريفات، ديروا التمر، ديروا اللي بغيتوا. انا جاكم كيعجب الزبيب، كيعجبو الزبيب، درت ليه هذا. وهنا غادي ندير هاد الزريعه ديال نوار الشمس، ديروا الجنجلان، ديروا الزريعه ديال الكتان، ديروا الزريعه ديال القرعه، انا دائما عام على المتوفر عندي. درت هذه دابا اللي متوفر عندي هنايا، وغنخلطها حتى هي هكا، وغادي نغطيهم وغنخليهم يخمروا حتى العشيه، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. دابا الصباح غنخليهم يفوتوا ليا واحد 5 ديال السوايع ونتلاقى معكم. هاد الساعه هادي 11 غنقسمهم. ما كوزا مي فايز بونوج كويستو كوزا باني 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 ما ديفيرس ودي في دايره لا كوتور اكوما. واو واو واخا الفران راه مسالي غنعديو معاه ثاني اليوم، باقي ما بغاش يتفارق معايا هاد الفران. اوكي صافي كما قلت لكم غنغطيهم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا العجين بعد ما خمر راه فات 6 ديال السوايع، راه العشيه دابا هانتم غنديروه بالوتي ان شاء الله. شوفوا كي ولا، شفتوا هذا خمر هذا خمر، يعني الخميره البلديه راه ماشي كتفيض ولا راه جا هكا راه خمر ليا. غنشد غير شويه ديال الزيت غندهن بيديا وغادي نديرو في هاد القريعات العجيبات. هانتم شوفوا معايا غنشد القريعات هادو، هادو لان انا متاكده فيهم مع كنستيريليزيهم وتنعقمهم في الفران، كندخلهم الفران يعني عارفه الاستعمال ديالهم، عارفاهم كيدخلوا الفران. نتوما الا عندكم بحال هاد القراعي غتكون عندهم واحد الجلده هنايا، رانا حيدتها دابا انا غندخلهم الفران، ما يمكنش تدخل هذيك الكومه ديالهم غتحرق. غادي ندير لهم هكا، ندهنهم بشويه ديال الزيت كاع مع الجوانب ديالهم كلهم. بغيتو ترشوهم بشي حاجه، ترشوهم بليبيلا ولا سميده ولا شي حاجه اللي بغيتو، تيكون الاختيار ديالكم. انا غندير معكم واحد المثال، عندي هنا واحد شويه ديال الشوفان ها هو هكا، ديروا اللي بغيتو نتوما، تيكون الاختيار ديالكم. وغادي ندورو في القريعات بهذا الشكل هذا، نتوما ديروا حتى شي حاجه ما ماشي مشكل، انا غنخلي هذيك مثلا وغندير فيها والو. وهذه ها هي درت ليها الشوفان هنا مع الاخرى حتى هي، شفتوا اوكي انتم شفتوا تتولي القريعه بحال هكا. هذه ما دهنتهاش، غندهنها حتى هي بالزيت هكا باش ما يلصقش بهذا الشكل هذا. صافي ونجي دابا للعجين ها هو انتم بعدا كيخمر، تنهز هكا نزيد فيها شويه وغادي نوضعها هنايا بهذا الشكل هذا، ما تطلعوهاش حتى للفوق لان مازال غتزيد تخمر، خليها غير هكا. هاد الاخرى الصغيوره حتى هي نفس العمليه، ندير لها وحيده غير صغيوره نزيدها واحد شويه هكا صافي، غنوضعها هنايا شفتوا غنخليها هنا حتى هي، غنسد عليهم باش يبقاو سخانين باش يعاودوا يخمروا مره اخرى، نخليهم تما. وهاد الاخرى غندير ليها هذا، ندير النص ديال هاد الكميه هادي نزيدها شويه، ندير الزيت في يديا ونخدمها هكا صافي، وندخلها هنايا
صافي غادي نخليهم هنايا نسد عليهم نخليهم حتى يحمروا. هاد العجين غنديرو في قريعات صغار بحال هادو. هنا العجين بعد ما عمرت القريعات غطيته هكا وخليته كيحمر هنايا. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله، شفتوهم؟ شوفوا كي دايرين. انا غنوريهم لكم دابا عن قرب بعد ما خمارو غطيتهم وخليتهم ردازت عليهم اكثر من ساعه عاوتاني. هانتوما شوفوا معايا، شوفوا كيفاش كيخمر، شفتو؟ ها هو درت ليهم غير هكا ما سديتش عليهم. هادي حتى هي شوفوا راه قبيله وصلتها غير لهنا، شوفوا دابا كيخمرت ها هي ما شاء الله، شفتو؟ كريشي كريشي كريشي. ها شوفوا كيف تقبه من هنايا كاع غادي دايره. هذا حتى هو كلشي تزاد، مازال غيتزادوا اكثر في الفران. صافي دابا سخنت الفران ودرت غير واحد، كانت بقات لي واحد العجينه كنت درت معكم فاش كنا صايمين ديت لامي وبنت خويا الفطور، وبقات واحد شويه ديال العجينه ما كنت ساليت نكملها، ودابا كملتها درتها بحال الشكل ديال سترودال دخلتها للفران. غنخرجو من الفران. هانتوما شوفوا الفران كي داير. ها انا عندي بانيا بيه ملصقاه دابا، هاد الجهه راه داخل مسدود ومن ديك الجهه ما مسدود. صافي غادي نحلو دابا، شفتو كي داير من هنا، من هنا واسع ومن هنا مزير لان ما مشدوش مزيان. درت فيه هذاك الاسترودال ها هو هذاك العجين كما قلت لكم شديته وانا غبسطتو والنص ديالو كاع خالفته، ودرت فيه هذا سميتو التفاح من الداخل وشويه ديال الكونفيتير صوتي التفاح مع واحد شويه ديال القرفه. صافي غندير دابا هاد القريعات هكا وندخلهم بهذا الشكل هذا الفران هنايا. باقي ما بغيت تفارق معايا جينا الفرن جديد، ولا يجي هذا اللي غيصايبو، مازال ما عرفناش شنو غيديروا لنا. غادي ندير البول دابا، حنا حاضرين معاهم، قالوا لنا غيجاوبونا، نشوفوا في هاد الايام. صافي غنسد عليهم دابا وغنخليهم تيوجدوا. هنا طفيت الفران، غادي نخرجهم وغادي نوضعهم هنايا، غنوريهم لكم. هانتوما شوفو معايا تيطيبو كلهم من الداخل من برا من الفوق من التحت. غنخليهم شويه حتى يبردو وغنوريهم لكم. هنا صافي مازال ما بردوش تماما، ولكن تديرو ليهم هكا. ها شوفو كي تدور تدور هنايا في الفاز ديالها، يعني راه تقدر تهز. صافي ما بقاتش لاصقه، وغادي نحيدها. هانتوما شفتو تنحيد وغادي نوضعهم هنايا نفس العمليه، تندور هو الاول كنعرفهم تيدورو عاد كنحيدهم، كنحيدهم كاملين. هانتوما شفتو راه كيجي ما تقنعوش منه، القياس هو هذاك. وحيدها كل مره مع داك الخبز ديال الخميره بلديه كيكون شويه سوستانسيوزو يعني غني. فوالا هانتوما شفتو صافي بقات لي كبيره نخليها حتى من بعد، وغادي نوري لكم من الداخل ديالهم دابا كيفاش دايرين. هانتوما شوفوا معايا نحل هادو اللي خاوين باش نديرو بيهم الكوتي دابا. بسم الله الكوتي يجي. ها شتو كتيجي من الداخل ديالو؟ ها هذا راه دازت لي شي زبيبه هنايا، راه ماشي ديال الزبيب هذا. تتقطعوهم هكا دوائر كيف ما بغيتو نتوما. فوالا شتوهم. غنقطعو هذا ديال الزبيب تا هو نشوفوه، هادي باقا غليظه نزيد نقطع منه، نقطع غير وحيده من هذا باش ناكلوه حلو الكوتي تيكون زوين. فوالا شوفوا هذا ديال الزبيب كيزوين، نزيد قد ما برد قد ما تيجي زوين وساهل في التقطع، وكلشي ملي كيبرد اكثر خليه حتى تيبرد. المهم عطيتكم فكره، هادو راه وحيده في النهار تاكلوهم لان غنيين بزاف فيهم كاع دوك الدقيقات اللي شفتو معايا. شفتوهم هكا غنوضعو تا هو هنايا، شوفوا ما شاء الله. غنديرهم دابا الكوتي مع هاد سميتو هاد سترودال اللي درت، نقيسها في واحد لاتيزان، وانا غادي نديرهم الكوتي مع هاد سترودال هذا اللي درت، هذيك العجين اللي بقات ليا غادي نشد هكا هاد الخبيز هذا ندير في هذا اللي خاوي داك اللي فيه الزبيب راه تجاحلو، وغادي ندير فيه هكا هنايا نحط فيه الريكوتا بهذا الشكل هذا. هادي نخليها هكا ندير وحده اخرى عاوتاني ندير فيها شويه ديال الريكوتا الجبن، كيجي زوين الجبن ولا فروماج ولا فيلادلفيا ولا اي فروماج عندكم نتوما متوفر. نحط هكا هادي هنا
هذا صافي بارك عليه. والعسل غادي نجيب العسل هذا وغادي ندير شويه ديال العسل فوق هذا ديال الريكوتا. يجي معها زوين. هانتوما شفتو كتيجي فيه التفاح والكونفيتير من الداخل ديالو طيب مزيان. نخليهم حتى هما هنايا وحيده لواحد. وهذا هو الكوتي ديالنا مع هذيك لاطيزان. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الخبز وتشجعتكم القناه. جربوا راه جد غني وتبقى هكا. هانتوما شفتو تيبقى هكا ما يعني ما يخسر من حتى شي حاجه. تاكلو غير وحيده تتسالي وحيده تقطعو مغطرونشات هكا ماشي ديال داك التغماس داك الخبز اللي كتعرفو تيكون عادي ولا ديال الفورص ولا ديال القمح ولا شي حاجه هكاك. هذا زوين هكا تيشبع دغيا. يلا شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه.